منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. إحصاءات المؤسسات الدولية تشير إلى أن متوسط الأعمار هنا لا يتجاوز 43 سنة، ويصل معدل الوفيات إلى 200 من بين كل 1000 طفل بسبب انتشار الأمراض والمجاعات والافتقار إلى الرعاية الصحية. تضاف إلى هذه المآسي كارثة أخرى حلت بالمسلمين في هذه البلاد، فكثير منهم لا يعرف عن الإسلام إلا خرافات وأساطير، ويقترن ذلك بمحاولات غربية لا تتوقف لتغيير دين أعداد كبيرة من المسلمين هناك، بينما كان العمل الخيري العربي والإسلامي غائباً عن القارة السمراء، ولم يبدأ بصورة مؤثرة إلا منذ ثمانينيات القرن العشرين. في تلك الفترة بدأت مؤسسات خيرية عربية وإسلامية نشاطها في أفريقيا، وسجل بعضها نجاحاً ملحوظاً. ذهبت إلى كينيا للاطلاع على تجربة تعتبر نموذجاً للعمل الخيري العربي والإسلامي في أفريقيا. لا قيمة لحياتي إذا لم أساهم في تغيير واقع سلبي في حياة الآخرين، فقررت أن يكون كل يوم من أيام حياتي لخدمة الآخرين حتى يغيروا الواقع السيء اللي عيشوا فيه. بدأنا الرحلة مع الدكتور عبد الرحمن الصميت، رئيس مجلس إدارة جمعية العون المباشر. اسمي عبد الرحمن حمود الصميت، أعمل طبيب من مواليد 1947. بدأنا العمل عام 1980 في جمعية العون المباشر بالكويت. الهدف هو تنمية المجتمعات التي نستها الدنيا، وحاولنا أن نحيي هذه المجتمعات عن طريق التعليم وغيره. السلام عليكم. انتشر نشاط جمعية العون المباشر في 40 دولة أفريقية، ولها مكاتب وإدارات في 32 دولة. لما عملنا المنظمة هذه، أولا قررنا ما يكون في بديل وسيط بيننا وبين المحتاج، ثانيا أن لا نتدخل في القضايا السياسية، أن لا نثير الخصوم والأطراف الأخرى اللي قد نختلف معها، أن نركز على التعليم كمفتاح أساسي لتغيير الوضع السيء للمجتمعات المهمشة في أفريقيا. هذه المراكز أختي. وفي كينيا التي اطلعنا على نشاطات الجمعية فيها، تم تنفيذ مئات المشاريع الخيرية والتنموية. البرامج التي عندنا تنقسم إلى برامج مشاريع، تنفيذ مشاريع كمساجد ومستوصفات وآبار سواء سطحية أو ارتوازية، وكذلك الأيتام. يوجد عدد 1089 يتيم في داخل كينيا، منهم بنين ومنهم بنات في مختلف المراحل، من الابتدائية، الثانوية، المرحلة الجامعية، والبعض منهم وصل إلى مرحلة الدكتوراه. إلى الشمال من العاصمة الكينية نيروبي، زرنا مركزاً في بلدة ثيكا يضم داراً ومدرسة للأيتام ومستوصفاً خيرياً ومسجداً ومعاهد مهنية وتقنية. Thank you.
دور الأيتام مكون من 4 وحدات، كل وحدة تشيل 50 يتيم تقريبا. ومعهم قاعة طعام ومطبخ ومخزن، ومعهم مرافق صحية. الوحدة كلها تشيل حوالي 200 يتيم، بالإضافة للاستفادة من المرافق. ولتعميق مفهوم الرعاية اللاحقة للأيتام، أنشئت كلية للدراسات الإسلامية والعربية، تخرج منها كثير من الطلاب من بين الأيتام الذين نشأوا هنا. My name is Ahmed Muhammad Abdullah. I'm a Kenyan. I came to know African Muslim Agents in 1994. At that time, I was an orphan and I was staying with my uncle in Kilifi. Alhamdulillah, I was among the successful students who joined the college, the center. At the end of primary school, we performed very well. In the district, our school was the top in the district. And I was also the first student, and I qualified to join a national school, which is just around in this town currently called Mango High School. And there, alhamdulillah, also, AMA continued to pay my fees. At the end of secondary school, I also passed very well. I got grade A. And that qualified me to join public university. I was selected to join Faculty of Medicine, University of Nairobi. And if I look back at my life, I'm convinced beyond doubt that basically AMA had a profound impact in my life. وفي ترجمة عملية لأسلوب الوقفيات، أقيم مركز آخر في قرية شوماني كليف في أقصى شمال كينيا. تبرع بالمركز هذا أحد المحسنين من إمارة عجمان، وراح نقيم عليها مدرسة ومعهد شرعي ومعهد صناعي للطلبة اللي ما ممكن يكملوا في الدراسة العادية، طبعا مع مسجد وسكن وقاعة طعام وغيره. وفي البداية نحن نحتاج الفصل واحد وأماكن السكن. المركز كله كلفته غالية جدا. تبرع بجزء، جزاه الله خير، وبدأنا في المشروع، وتأتي إن شاء الله التبرعات. فحنا بحاجة إلى مكتبة عامة في المركز، بحاجة إلى مركز كمبيوتر، بحاجة إلى مركز تدريب الصناعي والمهني، وبحاجة إلى مستوصف. السلام عليك يا أخي. وعليك السلام يا أخي. ماذا تتعلم في مدرستك؟ أتعلم اللغة العربية والقرآن والحديث والسيرة. معدل التعليم في أفريقيا هو الأدنى في العالم، فنسبة الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس في كثير من البلدان لا تتجاوز 20% ممن هم في سن الدراسة. قضية التعليم أعطيناها الأولوية الأولى. اعتقدنا أن التعليم هو هبة من الله، مثل ما وهبنا الأكسجين اللي نستنشقه والماء اللي نشربه والطعام الذي نأكله، فهو حق رباني لكل فرد مسلم أو غير مسلم في كل مكان، وبالذات في إفريقيا. بدأنا نبني مدارس ورياض أطفال، ونمنح منح دراسية في المستوى الابتدائي والثانوي أولا، ثم الجامعي، ثم ما بعد الجامعي، ونرسلهم إلى جامعات سواء في أوروبا، في أمريكا، أو في إفريقيا والشرق الأوسط. عندنا ما يزيد عن 1000 طالب الآن في الجامعات، في كل جامعات الدنيا. عندنا سنويا تخرج عدد من طلبة من الماجستير والدكتوراه. وهو أنه إذا جنى على العضوي فذهب بالمنفعة. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا أناشدكم يا أخواني أن نعيد النظر في مدى إيماننا في جنة الله. إذا كنا مؤمنين فيها، إحنا ما ننتظر نهاية الشهر حتى نشوف راتبنا ولا نشوف، وإنما في كل ليلة أحاسب نفسي مثل ما قاعد أحاسب اليوم، كم كان دخلي، بعت الخروفين وجبت 6000 شلن. كمان يجب أني أحاسب نفسي
على ما هي الأعمال اللي عملتها من أجل أن أدخل جنة الله. الإسلام دين عظيم ولكن إحنا ما نعرفه كمسلمين. My name is Abdulfatah Mohammed. I'm 22 years old. I'm currently a student in the University of Nairobi in the Faculty of Political Science, and also I'm doing a major in Sociology. At the age of 5, my father passed away, and I applied there as an orphan. I'm paying for my school fees, books, accommodation, and everything. Amma has transformed my life through empowering me with education. If you want to empower someone, education is the best tool that you can empower with someone and free minds. هذا المعهد التدريب للكمبيوتر وكل طالب مجبر ان ياخذ هذه اذا ما ينجح ما ينجح what do you have like this one here you are supposed to put the burner around your document توفير الكتب لمختلف المراحل الدراسية من المشكلات التي تواجه العمل الخيري هنا بسبب الكلفة العالية للكتب وخاصة في المراحل الجامعية. عندي حوالي 12 ألف يتيم حاليا. نحن نريد كل يتيم وكل طفل في مدارسنا أن يكون عنده المنهج الكتب كلها الحكومية بيده، وحتى المناهج الأخرى اللي احنا ندرسهم إياها كالمناهج اللغة العربية والدين الإسلامي. فأتمنى لو كانت عندي الإمكانيات أني أشتري الكتب والدفاتر والأقلام لكل أيتامي. فلو وفرنا الكتب هذه أنا متأكد أن أيتامي سيكونون من أوائل الطلبة اللي ممكن يجلسون الامتحان ويجيبون درجات عالية. نفس الشيء أنا أحاول أن أنمي قدرات الأخرى، يعني بالرياضة في كل مراكزنا عندنا فريق الكشافة، عندنا فرق رياضية متعددة، دائما ننزل في مسابقات مع المناطق المجاورة، وفي كثير من الأحيان كنا إحنا نجيب درجات أيتام يفوزون بالمسابقات الرياضية، تايكوندو المصارعة اليابانية وغيره. في كل مراكزنا موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى. Education is the key way and light to a better future. Welcome. ويبدو أن أنجح وسيلة لتنشئة الأيتام الأفارقة هي عدم نزعهم من تقاليدهم الاجتماعية، بل الإبقاء عليها في إطار لا يتعارض مع القيم الدينية. احنا نحاول مع الأيتام أن ندربهم على تقاليدهم التي لا تتعارض مع القيم الإسلامية أو القيم العامة اللي تؤمن فيها كل الأديان. فاللبس نحاول أن نشجعهم على أن يلبسوا لبس قبيلتهم، الأناشيد يحفظوا أناشيد قبيلتهم. الهدف من هذا أن بعد ما يتخرجون الجامعة، أنا أخشى ما أخشاه أن يسكن بالمدينة وينسى قريته، يجد فيه فاصل كبير بينه وبين القرية. لكن لما يلبس الملابس القروية اللي متعود عليها، لما يقعد ينشد الأناشيد القروية وبعضها حرفوها، يعني الماساي عندما احتفلوا ما عندهم حاجة تتناسب مع وضعنا، فأخذوا أغنية يقولونها عندما يذهبون لقتل أسد وعندما يقتلونه، وحولوها إلى في مدح التعليم وأنه يجب أن نتعلم حتى نطور مجتمعنا. ففرحت بذلك جدا. جبنا لهم ملابس الماساي القريامة، جبنا لهم ملابس القريامة، وقاموا
يتفاخروا بدون ما يسببوا مشاكل بينهم كل واحد بقبيلته، حتى لما يتخرجون إن شاء الله وحتى لما ينتهون الدراسة يروح لقريته وهو فخور بالعودة إلى القرية. أنا يهمني أن الروابط بينه وبين قريته تبقى حتى يساهم في تنمية القرية بعد 20 سنة. وجدنا من خلال هذه التجربة أن ربط المتبرع بالمجال الذي ينفق عليه قد يكون الأسلوب الأنجح لترسيخ ثقة المتبرعين بالعمل الخيري. في عام 1982 بدأنا مشروع كفالة اليتيم، وحاولنا لأول مرة نطرحه في العالم الإسلامي، ربط اليتيم بالمتبرع. فنرسل تقرير سنوي عن هذا اليتيم وماذا حصل، نعطي اليتيم نص المبلغ، مبلغ الكفالة، والنص الثاني لتعليمه، للرعاية الصحية، القضايا التربوية، المخيمات التربوية وغيرها. أتمنى أن حنا نمنح كفالات أكثر لطلب الدراسة في الثانوية في الجامعة، مثل ما احنا في كينيا الآن، ونشوف أن ربما 3/4 الطلبة اللي يتخرجون من الابتدائي ما عندهم قدرة يكملون بالثانوية، فنحتاج إلى أن نوفر لهم كرسي في الثانوية. هذا يحتاج إلى مبلغ كبير جدا يجب أن نوفره لهؤلاء الطلبة. يفرحنا ويبهجنا أن نرحب بضيوفنا الكرام ونقول لكم برحب صدر أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مركز الأنصار. نحن الآن في مركز الأنصاري في كليفي، يبعد حوالي 700 كيلو من العاصمة، ويخدم قبائل القريامة، وهو قاعدة انطلاقنا لتنمية مناطق القريامة. نبدأ هنا بالمسجد، وبني في بداية العمل ويتسع لعدد بسيط، الآن يجب أن نوسع لأن ما عاد يتسع لكل الأيتام. عندنا 200 يتيم الآن في هذا المركز. كنا ننوي عمل مكتبة، ولكن مع الأسف الشديد ما استطعنا أن نبني أن نؤهل المكتبة، فبقت المكتبة فارغة لعدم وجود تبرعات للأثاث أو الكتب، واضطرينا نحولها في المدة الأخيرة إلى جزء من الإدارة. هذه مهاجة وبالنص قاع الطعام، وهنا مجموعة من الأبقار تبرع فيها بعض الشباب الخليجي قبل سنوات، تبرعوا ببقرة واحدة، الآن عندنا 16 بقرة. ففي كل مركز من مراكزنا نجيب أكل هم يتقبلونه، وحنا نتقبله كأطباء وأخصائيين مسؤولين عن هذا اليتيم حتى يأكل أكل في كل الحاجات اللي يحتاج لها الطفل. مثلا اللحم هنا بيذوقوا 3 مرات في اليوم، في القابون ما نستطيع ولا مرة، فنعوضه بحاجة ثانية مثل الفاصوليا والبازيليا وغيره، ونعطيهم لحم في الأعياد وفي رمضان وفي غيره حسب ما متوفر لنا مبالغ الكفالة. أمامكم طالب مولد بوتشا من مركز الأنصار كليفي، أقدم لكم شعر باللغة الصالحية بموضوع ماذا أحدي لأمي. ندوغو زانغو عديما ليو ناوليزيا هكو أمبو ناجريما وطم باتسكيا وزيما حتى فيلما رايزينو أنويا كيبي تشاكم باماما إيوانيا كفيديا. المرأة في أنحاء كثيرة من القارة الإفريقية تعيش في ظروف وأحوال بائسة، وتتعرض لانتهاكات في حقوقها الإنسانية، ولم تفلح في تغيير ذلك جهود بذلت على أكثر من صعيد،
وتنجم هذه الانتهاكات عن عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة مع الرجل من حيث فرص التعليم والرعاية الصحية والعمل وعدم المساواة داخل الأسرة. كثير من الناس وخاصة الغربيين لا يعرفون واقع المرأة في إفريقيا. المرأة هي كم مهمل من الناس. يجب أن نحترم المرأة بأمر من القرآن وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ونعطيها مكانتها، فهي أمنا وهي أختنا وهي زوجتنا وهي بنتنا، فإحنا ما نحن إلا حسن من حسنات هذه المرأة التي تحتقر من قبل بعض القبائل. نحن الآن في قرية غانزي في منطقة الساحل الكيني من قبائل قرياما، وقرية غانزي لم تعرف الإسلام إطلاقا إلا عن طريق عائلة هندية كان عندها دكان هنا، وكانوا هم فقط اللي يعرفوا شوية من الإسلام. في عام 1986 بدأنا العمل هنا في هذه القرية. عام 96 انتهينا من المسجد هذا وبدأنا الدعوة بواسطة مشايخنا أو دعاتنا. عندنا داعية واحد مقيم هنا، والحمد لله هذا الداعية ساهم في نشر الإسلام. لا يمر يوم من الأيام إلا ويسلم بعض الناس. عندنا الآن ما يزيد عن 1500 عائلة دخلت الإسلام رغم وجود 20 كنيسة في المنطقة، وأتوقع في رمضان يتضاعف هذا الرقم. احنا بحاجة الى برامج من افطار صائم وضاحي وتوزيع كتب اسلامية وتوزيع مصاحف وعقد دورات المهتدين الجدد وتعليم الاولاد ودروس للنساء دروس للرجال. لو احنا وفرنا المدرسين اللي يقومون بهذا العمل، ليست هذه القرية واحدة وانما كل القرى المجاورة كلها تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المرض يشكل العائق الأهم أمام التنمية في أفريقيا، والأمر يتجاوز مجموعة من الأمراض تنتشر في القارة إلى مشكلة الأعباء المالية والإدارية والتقنية لمواجهة هذه الأمراض. لاحظنا أن هناك أعداد كبيرة تموت بسبب الملاريا في أفريقيا. سنوياً 1 مليون طفل يموتون بسبب الملاريا. ففتحنا عدد من المستوصفات. هذا مستوصف لعلاج الأهالي بفلوس وعلاج الطلبة، وعلاج الطلبة كمان مش مفتوح، في ميزانية محددة يجب أن لا يتعدون هذه الميزانية، فإذا تعدوا خصمنا من ميزانية الكلية. كان عندنا نية أن نتوسع أكثر، نعمل قسم ولادة قسم أسنان. هذه الفارماسي هنا المختبر. What type of test you are doing? We do malaria test, typhoid, stool, HIV and AIDS, urinalysis, all of those. Hemoglobin, white hemoglobin, blood Hb, yeah. Urine sugar. Channel injection room. This is an injection room. The same time it is a dressing room. Also, observation bed is there for observation for the patients. We educate mothers who want family planning and MCH, those who have young kids. نعمل كورسات لهم ونعطيهم فيتامينات مجانا وبعض الأشياء مجانا حتى الحليب.
أحيان كثيرة الخطوة الأولى هي أصعب خطوة، فلما يتخطى الإنسان الخطوة الأولى تسهل عليه باقي الخطوات. مستشفى التوفيق بدأ في عام 1987، المشروع طموح جدا وكبير، وربما يظن الظان أن الأخوة مليونيرية لذلك بدأوا هذا المشروع. الحقيقة الأخوة لا يملكون غير العزيمة. بدأنا في سيد ماني، دفعنا لهم أو بدأنا غرفة عمليات، وبدأت تنهال عليهم التبرعات من الأهالي هنا ومن بعض الجمعيات الخيرية في الخارج، واستطاعوا بناء مستشفى ضخم، والحمد لله اليوم ترون هذا المشروع في قسم للنساء، في قسم للمرأة والطفل، في قسم الأشعة، العمليات وغيره. تبرع بهذه غرفة العمليات رجل أم ولكن يده ممدودة ويتبرع، وأثاره موجودة في أماكن كثيرة. هذا ما نسميه فلوس البذور، احنا بذرنا البذرة والباقي على الله. حل مشكلة الفقر المزمنة في القارة السمراء استعصى على كثير من المشاريع، لكن مساعدة الناس هنا تتم عمليا من خلال تنفيذ وإدارة مشاريع صغيرة خاصة بهم كجزء من مفهوم زرع البذور. نحاول أن لا نعطيهم سمك ولكن نعلمهم كيف يصيدون كما يقول الصينيين. بدأنا مشاريع يستطيع الإنسان الفقير أن يقف على قدميه، لا نعطيه مال، أما نعطيه غنم يرعاها وتكثر، أو نفتح له دكان، أو نشتري له عربة يحمل فيها ويعيش من رزقه، أو أشياء من هذه النوع، بعض الأدوات الزراعية. والحمد لله آلاف مؤلفة من العائلات ساهمنا في تغيير واقعها. في كل مركز من المراكز التي ذكرناها يوجد فيها قسم نسميه قسم دار المؤمنات. هذه المراكز تساعد الأمهات يتعلمن الخياطة والتدريس وما شابه ذلك. التدريب لما ندربهم، ما عندنا احنا قدرة نشتري أقمشة، فاللي نشتريه هو كاس الاسمنت. تشوفين راح نشوف احنا معرض، شوف الملابس المعلقه. في ناس يتبرعوا بالاقمشه؟ لا لا لا، انت تشترون لهم؟ نشتري طبعا، نشتريهم بتبرعات، لكن التدريب بهذه لما ينجحوا بالامتحان نبيعهم الماكينه، ما نعطي شيء مجانا، ويسجلون لنا احد الطريقتين. الطريقه الاولى ان يدفعوا على 10 دفعات قيمة الماكينة، هي حوالي 100 وشوي دولار، أو أن يشتغلوا عندنا 6 أشهر مجانا يخيطوا للأيتام. My name are Mary Njoki. Here we do with dressmaking. This dressmaking helps us a lot because I myself I can go and buy a dress. I can buy only a material and make it myself. If I finish this course, I'd like to make my dress. And then as I play them. تواجه أفريقيا مشكلات كثيرة تتعلق بالبيئة، تتلخص كما تقول تقارير المؤسسات الدولية في ارتفاع حجم التلوث وتدني نوعية التربة وزحف التصحر وفقدان العديد من الأنواع الحيوانية والنباتية. ولم يعد العمل الخيري بعيداً عن تضمين برامجه أهدافاً وسلوكيات وممارسات للحفاظ على البيئة، وأصبح هذا جزءاً من مفهوم الدعوة. أنا أريد هذا اليتيم أن يكون عنده خلفية في أمور أخرى ليست مجرد التعليم الفصلي، فأنا أريد يحب البيئة ويطلع برا ويهتم بالبيئة. كل أيتامنا لازم يزرعون، ومثال في المركز
اللي احنا قاعدين فيه مركز الأنصاري الآن بدأنا نزرع موز وكل يتيم مسؤول عن شجرتين موز نزرع بعض الأشجار الأخرى مثل باباي وغيره وكل يتيم مسؤول عن مجموعة من الأشجار ما نشجعهم أبدا على قطع الأشجار بالعكس نشجعهم على أن يأخذوا بعض الشتلات ويزرعوها في بيوتهم في قراهم عندما يذهبون في العطلة الصيفية أنا أريد من هذا اليتيم أن يخرج إنسان متكامل بقيم مختلفة عن القيم اللي تعلمها في مجتمعه تعلم هو في قريته يروح قص الأشجار حتى يطبخ الغداء ولا العشاء لكن ما أحد خبره كيف يزرع الشجرة هذه نحن نهتم بالبيئة بدرجة كبيرة جدا نحاول أن نستهلك أقل كمية ممكنة من الخشب والفحم لا لتقليل الكمية اللي احنا نستهلكها ولكن لتعليم الآخرين من طلاب وموظفين كيف ممكن يعملون مطبخ بكلفة على المدى الطويل أقل الفحم أو الخشب ندخله من هنا وهذا مبني من نوع حراري خاص من الطاقة والقدر كله نضع داخل فكل الحرارة تذهب إلى القدر وهذه المدخنة اللي تخرج بس مع الأسف لأن الناس ما متعودين عليه بين حين والآخر يهربوا ويطبخوا بطريقة تقليدية فهذه يجعل المكان أسود شوية بنحاول نزرع زهور وغيره حتى نجعل منظر مراكزنا ومساجدنا ومؤسساتنا هي بنفسها تدعو المنظر يدعو رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين الدعوة من خلال العمل والقدوة الحسنة هي النموذج المتبع هنا فليس هناك ربط بين تقديم المساعدات وبين دخول في الإسلام ولا تمييز في تقديم المساعدة بين المسلم وغيره أنا لا أستطيع كمسلم أن أجبر إنسان على قبول الإسلام أنا ديني يمنعني من ذلك والقرآن ذكر لا إكراه في الدين فأنا أخالف ديني لو حاولت أن أثر على شخص وأغير دينه بطريقة أو بأخرى لكن نتيجة أخلاقنا تسببت في إسلام أعداد كبيرة قد يزيدون عن مئات الألوف في إفريقيا خلال 30 سنة الماضية أنا أعتقد عندما رأوا أن حنا ما سألناهم عن دينهم ما حاولنا أن نقدم معاملة متميزة للمسلمين معاملة أخرى لغير المسلمين ما حاولنا أن نفرق أبدا في أي حالة من الأحوال هذه تركت أثر كبير جدا في نفوس هؤلاء الناس وتحولوا إلى الإسلام ولو كنت فظا غليظ القلب ينفضوا من حولك والآيات اللي ذكرها القرآن في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كان رحيم كيف كان رؤوف كيف كان هذه هي النبراس التي تضيء لنا الطريق في كيفية التعامل مع الناس عمرنا ما حاولنا أن نشتري الإفريقي بأموالنا ومساعداتنا نعتقد أن الإفريقي له من الإنسانية ما يمنعنا من تصرف أرعن مثل هذا عندنا 4000 موظف أقدر أقول 99% منهم محليين من دول اللي عملنا فيها الغالبية العظمى بعد سنة أو سنتين يدخل الإسلام بدون أي دعوة على الإطلاق من قبلنا المدارس عندنا مفتوحة للجميع نحن لا نفرق في خدماتنا بين هذا مسلم وهذا غير مسلم لذلك أنا أعتقد أن نحن نكسب الأجر ونكون مسلمين أفضل بخدمتنا لغير المسلمين استطعنا من بداية سنة 90 نتحرك مع الناس هنا في الدعوة ولله الحمد وجدنا إقبالا شديدا عند الأهالي هنا ذلك
للإحسان أولا من الإخوة العرب عندما كانوا يعيشون معهم عايشوهم بالأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة، فصار الشيء سهل مما عمله الآباء كان يعني كسب لقلوبهم في الأبناء. يعني الناس يسلمون نتيجة قوة العقيدة الإسلامية وبساطتها في لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم في المعاملة الحسنة. القرية اسمها جربوني، قرية في الأصل هم مسلمين ولكن ما كانوا يعرفون شيء عن الإسلام. فيها عدد كبير جدا من الكنائس يفوق 12 كنيسة. بدأنا العمل فيها قبل 12 سنة والحمد لله الناس كان عندهم إقبال كبير، وخاصة من كبار السن والشباب، وطلبوا منا أن نبني لهم مسجدا. بنينا هذا المسجد الذي ترون خلفي. أصروا على داعية، أن نرسل داعية يعلمهم مبادئ الإسلام، والحمد لله الآن كثير من أبنائهم يدرسون في أماكن مختلفة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من الذي يريد أن يسلم؟ أيوة، اليوم نتا أستاذ وقافي أو نوم نتا قفليه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. التبرعات هي المحرك الأساسي للعمل الخيري، ولضمان مواصلة فاعلية هذا المحرك لا بد من الشفافية المالية والإدارية والبحث عن فئات جديدة تمول النشاط الخيري وفي مقدمتها المرأة العاملة. احنا نعتمد بالدرجة الأولى على تبرعات الأفراد. الناس بيتبرعوا رجالا ونساء مباشرة لنا، ونصدر سند بكل تبرع، وعندنا سندات من أول ما بدأنا قبل 28 سنة. حبينا أن يكون خطابنا الإعلامي موجه نحو شريحة معينة بدل أن نتوزع على المجتمع كله. بدأنا نركز على الطبقة الوسطى وتحديدا على النساء، لأن النساء عاطفيات أكثر ومتفاعلات أكثر من الرجال، وخاصة أثناء سن العمل اللي هو بين 25 و 45 اللي ممكن يعطوني 20 دولار 30 دولار شهريا من أجل دعم عملي. فبالتالي أستطيع أن أخطط بعد سنة، بعد 5 سنوات، وبعد 10 سنوات، وكم أتوقع أن يأتيني من العطاء. والحمد لله نجحنا نجاح كبير جدا، لأننا من البداية حاولنا أن نتبع الطرق العلمية سواء في الإدارة أو في التعامل مع أخواننا هناك. عندنا 7 درجات من الرقابة المالية على مصاريفنا في أفريقيا وفي الكويت، تبدأ من المحاسب الميداني الموجود هنا إلى المحاسبة الميدانية اللي في الكويت، إلى المحاسبة العامة، إلى التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، وغير ذلك من الأنظمة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجة من الشفافية. كل هذا يشير إلى أننا نعطي الشفافية أولوية قصوى في عملنا. ولم يعد غريبا أن نرى كبار المتبرعين يزورون مواقع العمل الخيري ليروا هذه النشاطات بأم أعينهم. الحمد لله الدكتور كان يزورنا قبل 15 سنة، وكثير من المشروعات الذي في عندنا في المنطقة هذه قمنا بها من طريقهم، مساجد
مدارس وأبار، والآن نبني على مكان سكن للأيتام في مالندي. الذي هذه اللجنة حق الأيتام عندهم 600 طالب من الأيتام. الإنسان مثل ما يدفع زكاة ماله سنوياً 2.5%، فيجب أن يدفع كذلك زكاة عمره. فالطبيب أو المهندس أو الممرضة أو أي كان، أتمنى أن يقضي في خدمة المجتمع سنتين مثلاً، يحاول يغير فيها حياة الناس. إن استطاع أن يروح لجنوب شرق آسيا ولا أمريكا اللاتينية ولا أفريقيا حياه الله، إذا ما يستطيع على الأقل في مجتمع يشتغل أو في مجتمعات قريبة من مجتمعه. نستطيع أن نغير الدنيا كلها بهذه الصورة. لازلت آمل أن يزداد الوعي في بلادنا، وإن شاء الله نشوف حاجة أفضل مما نراه الآن. أغلب الناس لا يعرفون ماذا في هذه الدنيا من وجود إخوة لهم مسلمين محتاجين. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثلا: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، يجب على الإنسان أن يقدم شيء. نجد إنسان مثلا عندما يجمع لنفسه أموال يبدأ ببناء بيت لنفسه، وذلك البيت لا يعرف، لن يسكن فيه، سيزول وسيذهب هو عن ذلك البيت. البيت الذي سيذهب إليه لو بنى لله بيتا في الدنيا، يبني الله له بيتا في الآخرة. فذلك البيت الذي يذهب إليه في الآخرة أحسن له أن يبدأ به. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحاج إسماعيل رجل أعمال من كليفي، مدينة كليفي، وكان عنده محلات تجارية ومطاعم وغيره، واخترناه لأنه هو من الشخصيات البارزة في القبيلة، وأرسلناه للحج. وبعد أن عاد من الحج ندم على ما مضى من عمره، وقرر أن يتفرغ للدعوة، فطلق كل التجارة وكل شيء وجاء إلى القرية هنا. والآن هو يدرس ويدعو ويزور القرى المجاورة من أجل الدعوة لله عز وجل. هو ساكن الآن في هذه القرية. هذا المسجد الجديد الذي بنينا لهم بتبرع من بعض المحسنين. الإنسان إذا وضع أمامه هدف وهدف سامي، يرى أن حياته لا شيء بالنسبة للوصول إلى هذا الهدف. أنا أعتقد أن البوصلة خربانة عند كثير من العرب والمسلمين، لأنهم دائما يظنون السعادة هي بفلوس. أنا ما عندي فلوس، ولكن الحمد لله أنا سعيد. أنا لما يكون عندي 10 ملايين راح أكل لي نص رغيف خبز، ولما يكون عندي 10 ريالات والعشر دراهم حيكون حاكل لي نصف رغيف خبز. فما تغير غير رقم يأتي في سجل من البنك. أنا أشعر أن يجب كل إنسان يسأل نفسه: هل حقا أهدافه هي راح تجلب السعادة؟ هو يسأل نفسه وهو يجاوب. كل واحد منا يستطيع أن يغير الدنيا كلها، ولكن تحتاج إلى عزيمة وتحتاج إلى ثمن. فأنت أيها المشاهد، أنت أختي المشاهدة، أنا أعتقد أنك قادرة على أن تكوني مثل قدوتنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونغير الدنيا كلها. رحلتي في أفريقيا مع الدكتور عبد الرحمن الصميط أشعر أنها نعمة من الله. تعلمت فيها أن الحياة ليس لها معنى إذا لم نساهم في خدمة البشر وعلى رأسهم الأيتام والمساكين، وأن السعادة الحقيقية
تكمن في المشاركة الدائمة في عمل الخير في سبيل الله تعالى. أنا أنصح إخواني وأخواتي، بيعوا نفسكم لله، وقعوا على العقد مع الله اللي يقول فيه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقعوا على هذا العقد وبيعوا أنفسكم وأموالكم وشوفوا إيش النتيجة، والله ستحصلون على السعادة. سلام سلام عشرنا حبيب القلوب يا مستقيما، سلام سلام عشرنا حبيب القلوب يا مستقيما، سلام سلام بمال قليل بجهد قليل نستطيع أن نغير حياة الناس. أنا أعتقد أن السعادة الإنسانية هي في البحث عن بسمة يرسمها الإنسان على وجه يتيم فقير مسكين. والله ستحصلون على السعادة. Ibada ya kusoma Qur'an.